مساء الخير عليكم البنات، مساء الخير عليكم الشباب، كي دايرين لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. توحشتكم من العيد ما نزلنا والو بصراحه، كنا في تجهيزات ديال السفر والدنيا شويه مبرسطه. والصهد الصهد الصهد، المهم كي دايرين نتوما؟ كاش كتعاودوا؟ كلشي بخير؟ فراسكم بانني مصوره شحال من حاجه وسبحان الله ما لقيتش الوقت باش ندير المونتاج وننزلها، فمن بعد ان شاء الله غادي نقدر ننزلها لكم. كي داز عيدكم عاودوا ليا؟ كي دايرين حبابكم؟ كي دايرين صحابكم؟ كي داز نهار عيدكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة يا ربي، وتكونوا فرحانين. وكي درتوا مع شي صاد قالوا لي حتى المغرب فيه الحرارة، حنا هنا يا راكم انتم عارفين الحرارة صافي ولفناها، فكنتمنى انكم تكونوا بخير البنات. تحية للشباب تا هما، وتحية كبيرة كبيرة للأمهات الزوينات اللي كيخليو لي الميساجات. كنبوسكم والله يحفظكم ويطول في عمركم. اليوم لقيتوني البنات غدا المطار. غدا المطار، علاش غادي نمشي للمطار؟ شكون اللي غادي يسافر؟ شكون هادي؟ اشنو واقع؟ غادي تخليكم معايا بالفيديو باش غادي نكتشفوا كاملين شكون اللي مسافر وشكون اللي غادي وشكون اللي جاي. دابا كنتسناو الزوجه ديال باتسيرين، هي اللي غادي تمشي معنا، غادي توصلنا ان شاء الله، فكنتسناوها. حنا راه واجدين جاهزين، فخليكم معايا البنات، منين غادي توصل غادي نعاود نصور لكم باش تشوفوا شكون اللي مسافر وشنو واقع. سلام. سلام، كي دايره؟ كي دايره؟ عرفتي الشعاعات تقتلوني البنات، ما تيتجمعوش ما تيتجمعوش، عندنا قرعه السيروم في الشهر والو، هذوك الشعيطات ما عرفتش اش ندير لهم. هذاك البيبي هير كاع ما باش غادي يكبر ليها كاع. Just put gorilla glue in my hair. شي تقول اختي؟ قتلتني البنات والله. مع الصهد، الصهد ما كيبغيش قباحه. الصهد دابا يلاه بنادم يلاه مفك مع راسو. تخيلوا الصهد وبنادم قبيح معاك في الدار تياكل من العينين، ما يمكنش. يا الصهد يا القباحه، واحد في الجوج والله العظيم. لطفا بينا حنا الامهات، راه ما عندنا حتى حنا خرقه للمرقه. راه مش خرقه للمرقه، راه حنا عيانين وتعبانين وسخفانين وما نعاودش ليكم على حالتنا. ايوا المهم اللي عنده قد هادشي اللي عندي راه هو فاهم اش كنقول ليه. المدرسه كانت دايره فينا خير، ما عرفتش انا بعدا علاش كيديروا كيعطيونا العطله بزاف والله العظيم. المدرسه راه خاصها تبقى ديمه، ماشي مشكل، هاي خليو المدرسه يبقاو يصيفطوا لنا كاع حتى السبت والحد، ماشي مشكل، اهم شيء التربيه والتعليم. نو عيب سيسي. فالمهم البنات خليكم معايا، حنا غادي ننزلوا دابا شويه نمشيو للمطار ان شاء الله، فما تمشيو حتى بلاصه، مازال غنرجع لكم الزوينات ديالي. انا بصراحه اول مره نجي للتيرمينال 1 نسافر منه، لانه هاد السفيره ديال المغرب هاد المره ماشي على الاماراتيه، مولفين لانه خطوط الاماراتيه عندها تيرمينال بوحدو اللي هو 3، فاحنا مولفين به الصراحه. بس هاد العام البنات راه ما نقدرش نعاود لكم على التيكيتات شحال دايرين، شيء خرافي خرافي، يعني الاماراتيه تلقاها ب 5000 درهم 6000 درهم. فمن بعد ما مشاو البنات بزاف كنعرفهم في المغربيه في الخطوط المغربيه، انا بصراحه عمري ما سافرت فيها، فقطعت في الخطوط المغربيه لاول مره يعني، فهي كتخرج من تيرمينال 1 صافي، حنا يلا وصلنا. ايوا المهم خليكم باش تشوفوا شكون اللي غيسافر. اكوكو المهم كتر عليكم السسبنس بزاف، راه الوالده هي اللي غادا البنات للمغرب. انا كل عام تنقول غنمشي للمغرب وما تيكتاب، سبحان الله
صراحة احنا كنا غادين ولكن سيرين قال لك غتبدا المدرسة في الاخر ديال 20 في شهر 8، ما عرفتش كيفاش غندير لها. فقلت لماما صافي سيري انتيا كاينه العائلة وداك الشيء، حتى ترجعي ان شاء الله وتشدي انتي سيرين ونقدر انا نمشي غير بوحدي ديك الساعة. فكل عام انا كنوصل المطار، ما بغاش البنات يكتب لي هذا المغرب، هذا رابع عام سبحان الله العظيم. كنبقى العام كله قالت لي ماما ما عيطاتش لك رجال البلاد، العام كله تنقول لهم صافي غنمشي. المهم وعلى فكره مازال ما عرفتش، تردوا لي في الخوه والحق عليها، حنا على حسب صديقكم. المهم الوالده هي راه واجده غاده، الله يديك الله يديك على خير. فين غاده بوجهك باغا تبان؟ راه بدات تتعنق فيها. ايوا غادي تمشي، انا ماما ما نقدرش نشدها البنات، يعني كل عام خاصها تمشي تشوف العائله وتمشي تشوف دويرتها وتشوف جيرانها. ف واخا انا ما غاداش قلت لها على الاقل سيري انتيا. فكما قلت لكم انا قطعت لها في الخطوط المغربيه، من بعد ما سولت البنات مشات فيها ام سلطان داكشي، قالت لي راه زوينه وقال لك راه البوينغ هذيك الكبيره. المهم اهم شيء البنات غير انها ما تكونش فيها ليسكال، هو اللي تيخرب، هو اللي ليسكال هو اللي تيخربق اكثر. يا ماما يعني مرا كبيره، شوف شو مكتوب تما، مرا كبيره ما تقدرش على ليسكال. فهادشي اللي كاين، المهم الثمن ديالها شويه مناسب، ماشي هذوك ديال 5000 درهم اماراتي و 6000 درهم بزاف البنات، ولي 2 مليون. ولا هذه غير ديال التيكي الثمن كان صافي. المهم خليكم معايا حنا يلاه وصلنا الماء. شنو هذا مغادرون ولا شنو؟ انا ما عرفتش سالتك شو مكتوب. المطار تيرمينال 1. اه يلا تعال زيدوا خرجوا، هادو قتلوا جايين يلعبوا في المطار، والله الا جايين يلعبوا في المطار. كثر ما الدراري الصغار ما كيخرجوش يا اسماء، من كثر ما هما ما بيطلعوش جايبينهم يلعبوا في المطار. عرفتوا على صاد برا راه ما يمكنش. والمشكله ما بنادم حتى بغى يمشي للبحر ما خاصو يمشي حتى ربعة العشيه، خصو يمشي ويبقى حتى يظلم عليه الحال وهو تيعوم وداك الشيء، راه ما يمكنش الصاد. لو انتم اصحاب المغرب تيقول لك المود ديال الصاد، فتخيلوا حنا في الخليج الحراره ديال بصح. فراش شادو مساكن قتلاتهم الدار، حمقتهم الدار، ما عندنا ما نديرو، هادشي اللي عطى الله. كنا بغينا نمشيو للمغرب، خلاتها ماما ما عيطتش رجال البلاد وما عرفناش، كلشي على الله. ضردوا ليا في الخوان الحق على، باقي كاع ما دخل شهر 8. المهم حنا عند الله. ايوا هادشي اللي كاين البنات. المهم خليكم معايا تمشيو حتى البلاصه وغادي نعاود نرجع لكم البنات. حنا كل عام على هاد الموال عينو هاد الجوج معايا. هي كل سنة كده. المهم الناس من بعد المطار عرفتوا هذاك التيرمينال 1 الدنيا عامره عامره ما شاء الله، كل شيء مسافر. انا وصلت غير ماما وعييت، فما بالكم هذوك اللي مسافرين صراحه ولي عندهم الوليدات وداك الشيء، كاين شويه ديال العذاب. الحمد لله ماما راه دخلات، راه جالسه حدا الكاد ديال الطياره، شويه غادي الطير ما بقى لها والو. وحنا اليوم مع النهار كامل وحنا كنجريو كلينا غير سندويتشات، ومنين جيت للدار فيا انا الموت ديال الجوع الصراحه، وقلت والله ما غاديش نطلب شي حاجه. صافي هذيك الماكله ديال الزنقه طلعت ليا في راسي، قلت غادي نتشجع وغادي نصايب شي حاجه. جيت عندي واحد البنت صاحبتي ساكنه حدايا، قلت لها اجي تعشاي معايا، فقالت لي اوكي. المهم وجدنا شي حاجه على الخفيف، انا غادي ندور لكم تشوف. درنا هنا شويه ديال الباستا بوايت صوص وبال بالطون، ساهله ماهله، درناها في الفران فوق الفرماج، ودرت هادو في القلايه الهوائيه. هذا البنت وهادو صايبنا قالت السيرين، فهاد الشيء هو اللي صايبنا. شوفوا شو هاد الفلفله حاره شحال زوينه، فنان هاد الفلفله. المهم دابا انا عاد ما بدلتش حوايج، دخلت من الباب الكوزينه، دابا غناكل عاد غادي ندخل ندوش وعاد نبدل حوايجي وعاد. المهم نرجع الروح في نفسي هي الاولى ناكل وعاد من بعد يحل الله.
سي سيرا جالسه كتفرج. المهم راك شفتوا الحاله اللي داروا ليا في المطار، كل عام حنا نفس الحاله والناس كيتفرجوا فينا وحالتنا حاله، وماما تتبكي وما نعاودش لكم. ماما الو عندك البنت باقي راك كاع ما ركبت في الطياره باقا في الامارات، وهي تقول لي الو عندك البنت، الو عندك البنت، حمقاتني بعندك البنت. قلت لها ما عرفتش البنت واش انا اللي والدها ولا انت اللي والدها. ايوا المهم راه هادشي اللي كاين. حنا جالسين عيط البنت باقي كاع ما جات، من بعد طلعت ما قديتش ناكل بوحدي ضروري خاصك لوناسه. قلت لها اجي نتعشاو انا وياك. ايوا هادشي اللي كاين البنات. المهم خوت علينا الدار، بقيت غير انا وسيرين ما عندنا ما نديرو. هادشي اللي عطى الله، حتى الوالده من حقها تمشي تشوف العائله وتشوف الدار تشوف الجيران. يعني من حقها راه مره في العام وقليله عليها، ولكن هادشي اللي عطى الله. فالمهم البنات ما غاديش نزيد نطول عليكم هاد الفلوق، كنتمنى يعجبكم، والا عجبكم ما تنساوش ديروا شير ولايك مع احبابكم، خليوا لي الكومونتير ديالكم الزوينه لتحت، ونشوفكم فيديو جديد على خير. باي باي.